ليس بالضرورة في عصرنا أن يكون المتسول رث الثياب مظهرا للفقر بل قد تراه يركب سيارة فارهة ثم يسأل الإعانة لشراء وقود السيارة لأنه على سفر ومنقطع ولا يعرف أحدا في المنطقة إلى آخره ادعاء الإفلاس كذبا أو أنه تحمل حمال للإصلاح وأحيانا يستخدمون لاستدرار عطف الناس سرد قصة مطولة مكررة مملولة ودموع وإجهاش بالبكاء وتذلل واستدرار عواطف الموجودين ويحمل طفلا ويبرز عاهه او معه كمام اكسجين وهكذا ويختمون مواعظهم بالايات والاحاديث وقد يقف احدهم ساعات الطوال في الشمس ويهرول وراء السيارات لاستعطاف الناس وبعضهم يعذب هذا الرضيع والصغير بابقائه تحت الشمس هذا الوقت الطويل واستدرار عواطف الناس بالاطفال المحمولين له اثر في زياده دخل هؤلاء وبعضهم يضع خرقه بيضاء ويربط كفه او ساقه ويدعي الاعاقه كذبا او يحمل عصا للاتكاء عليها وبعضهم على عربيه وهو غير مشلول وبعضهم يحمل عكازا وهو كذاب اين هؤلاء من حديث النبي صلى الله عليه وسلم من سال الناس اموالهم تكثرا فانما يسال جمرا فليستقل او ليستكثر رواه مسلم وهذا تهديد بليغ والحديث صريح في تحريم سؤال الناس بغير حاجه وانه من كبائر الذنوب ومرتب عليه وعيد شديد في الاخره وهو يشتمل على مكر وخديعة واحتيال وكذب وغش وتدليس وهي ظلمات بعضها فوق بعض. وهذا المتسول يجعل توكله على غير الله والتفاته الى المخلوق ومن آفاته ان الحياء يذهب من نفسه ووجهه. ولهذا يعاقب يوم القيامة بأن يبعث وليس في وجهه اي لحم فقد قال عليه الصلاة والسلام لا يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم يعني قطعة لحم رواه البخاري ومسلم وهذا الحديث في ذم السؤال وتقبيحه وأن هذا يعاقب في وجهه كما أراق ماء الوجه في الدنيا فيأتي يوم القيامة لا لحم في وجهه والشمس تدي من الخلائق يوم القيامة فتذيب ما تذيب